بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. الآن نحن في الصفة الخامسة، ونحن قلنا صلاة الخوف تعتمد على شدة الخوف، يعني شدة القتال، وتعتمد على مكان العدو. الصفة هذه العدو عكس القبلة، العدو في عكس القبلة، فينقسم الجيش إلى فرقتين وطائفتين، طائفة خلف الإمام في اتجاه القبلة، والطائفة الأخرى عكس اتجاه القبلة ظهرها للقبلة، ويكبرون جميعا تكبيرة الإحرام مع إمامهم. يكبرون جميعا تكبيرة الإحرام مع إمامهم. الإمام يصلي بالمجموعة الأولى التي هي معه ركعة كاملة بركوعها وبسجودها، يصلون ركعة كاملة بركوعها وسجودها، والطائفة الثانية في وجاه العدو في عكس القبلة قد كبرت للإحرام، وتكبيرها كان عكس القبلة نظرا لهذه الرخصة التي هي تعتمد على شدة القتال، ويبقون واقفين كما هم لا يتكلمون مع بعضهم، لا يتكلمون مع بعضهم بعضا. فإذا أتمت المجموعة الأولى، الطائفة الأولى، الصلاة الركعة الأولى مع الإمام، انصرفوا في وجاه العدو لا يحدث بعضهم بعضا لأنه في صلاة. وأتت الطائفة التي كانت في وجه العدو فاصطفت خلف الإمام وأخذت معه ركعة كاملة بركوعها والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية وكل ذلك، والطائفة التي كانت أولا أتمت الركعة الأولى واقفة في وجاه العدو في عكس القبلة، هم في صلاة لا يكلم بعضهم بعضا أبدا. فإذا أتم الإمام الركعتين ثبت جالسا، ثم قامت المجموعة الثانية التي أخذت مع الإمام ركعة وأتمت لنفسها ركعة ثانية، بركوعها والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين فرادى كل على حاله، ثم يجلسون ليقرؤون التشهد. ثم تأتي بعد ذلك المجموعة الثانية وتتم لنفسها ركعة ثانية وتجلس أيضا للتشهد، ويسلم الإمام بهم جميعا، وإلى الصفة السادسة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.